في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تم تنظيم قافلة طبية للكشف عن المواطنين في حلايب بمحافظة البحر الأحمر. ووقعت القافلة الكشف بالإضافة لصرف العلاج ل 126 حالة بمختلف التخصصات الطبية، من بينها إجراء 23 فحصا معمليا و8 حالات أشعة سينية وسونار، كما تم إجراء 12 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان.